Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. زي ما انتم شايفين النهارده هنشتغل على اول درس في الوحده الاولى للصف الاول الثانوي. زي ما انتم شايفين الدرس عنوانه سي بريزونتي، يعني الدرس بيتكلم عن تقديم النفس، تمام، وتقديم الغير، يعني تقدر ازاي تقدم نفسك او ازاي تقدم غيرك. سي بريزونتي، تمام، سي بريزونتي يعني يقدم نفسه، تمام. تعال نشوف les objectifs، الاهداف بتاعت الدرس ده اللي موجود فيه. هنا عندي les nombres de 0 à 50، الارقام بتاعتي من 0 ل 50. عندي les couleurs، الالوان. عندي verb se présenter، زي تقدم نفسك، تمام، زي ما قلنا. وعندي verb s'appeler، s'appeler اللي هو verb يدعى او يسمى، تمام. هنشوفهم دلوقتي مع بعض. طيب نيجي هنا، الوحدة الدرس عندي متقسم زي ما انتم شايفين vocabulaire، كلمات. اول حاجة هناخد الكلمات الماسكولين اللي هي المذكرة. تعال نشوف مع بعض. un copain، un copain، un super copain، un super copain، un nombre، un chiffre، un livre، un cahier، un stylo، un crayon، un nom، nom، un prénom، un âge، un an، an يعني عام، un garçon، un personnage، le joudou، le chat، le chat. تمام، زي ما انتم شايفين دي الكلمات اللي هي مذكر. عرفت منين؟ جاي قدامها الأداة بتاعتها اللي هي ايه؟ أنا عارف إن الآن بتيجي مع المذكر، تمام؟ وأغلبية الكلمات دي عدت علينا قبل كده، يعني مش أول مرة ناخدها. نيجي بعد كده نو فيمينا اللي هو الأسماء المؤنثة، هتيجي قدامها إين بالتأكيد. إين كوبين يعني صاحبها أو صديقة. إين سيبر كوبين يعني صديقة بالمراسلة أو صديقة على الإنترنت. إين في يعني بنت. إن باليت يعني لوحة ألوان. لا بريزونتاسيون، التقديم، جاء من verb بريزونتي يقدم. لا بريزونتاسيون، التقديم. إن فيل يعني مدينة. إن أدرس يعني عنوان. إن كولور يعني لون. إن لتر يعني حرف أو خطاب، إحنا بنقول عليه بالإنجليش لتر. إن بي دي يعني قصة مصورة. هناخد الاختصار ده بعدين قدام. طيب ده بالنسبة للأسماء المؤنثة. تعال نشوف الفيرب اللي عندي، الأفعال اللي عندي الموجودة. عندي فعل بريزونتي يعني يقدم. سي بريزونتي يعني يقدم نفسه. أبيتي يعني يسكن. كيتي يعني يغادر. اكسبريمي، بارلي. زي ما انتم شايفين كلهم أفعال مجموعة أولى، تمام، شايفين اخرهم ER. بعد كده عندي جوي يعني يلعب. ريميرسيي يعني يشكر، جاي منها كلمة ميرسي. ادوري يعني يعشق. ايمي يعني يحب. دوتيستي يعني يكره. دير يعني يقول. دي افعال شايفين اخرها ER، دي افعال المجموعة الاولى. لو فاكرين افعال المجموعة ايه الاولى، دي الافعال بتاعتي اللي موجودة، ما اظنش فيها مشكلة او حاجة صعبة. طيب نيجي بعد كده بيقول لي adjectives يعني صفات. expression تعبيرات. preposition يعني حروف جر. تعال نشوف. عندي enchanté، enchanté، تمام، enchanté معناها معناها تشرفنا يعني، تمام. content معناها سعيد. heureux معناها سعيد، تمام، يعني انت ممكن تقول je suis content، je suis content يعني انا سعيد. Je suis heureux. Je suis heureux. تمام، يعني أنا سعيد. Faire la connaissance يعني التعرف، لما تحب تعرف على حد، تعبير اسمه إيه؟ Faire la connaissance. Aussi يعني أيضا. Puis يعني ثم. Prendre congé. Prendre congé. Congé معنى عطلة. Prendre congé يعني واخد أجازة، بيستأذن إن هو يمشي. Moi يعني أنا. Toi يعني أنت. Et يعني و، هي end بالانجليش.
mais معناها لكن pour معناها لكي او لاجل. تمام، ما اظنش فيهم حاجه صعبه خالص. طيب بيقول لي choisis la bonne réponse، اختار الاجابه الصحيحه. هنقول enchanté ولا salut ولا ciao ولا puis de faire ta connaissance. De faire ta connaissance بمعرفتك، تبقى بالتأكيد إيه؟ enchanté يعني تشرفت بمعرفتك. Nous نقط le jeu doux c'est samba. Samba يعني جميل يعني لطيف بالتأكيد نحب. كده كده النو زي ما انتوا عارفين تيجي معاها النهاية أو إن إس لو كان فعل من أفعال المجموعة الأولى، فهختار إيه؟ هختار أول واحدة نحن نحب. moi نقط je joue au basket أنا بلعب باسكت، وأنا أيضا moi aussi وأنا أيضا. il نقط à Alexandrie d'accord il نقط à Alexandrie يعني الإسكندرية، يبقى il habite هو يعيش، مش هينفع طبعا il s'appelle هو يسمى d'accord. il va prendre congé يعني هو يستأذن هيمشي. il dit فهيقول إيه؟ à plus طبعا إلى اللقاء أو أراكم قريبا. فحاجات سهلة وعدت علينا كتير قبل كده، ما ظنش فيها حاجة صعبة لحد دلوقتي. تمام، هننزل بقى لنمبر الأرقام. الأرقام سهلة جدا، تعال نقراها مع بعض. 0 1 1 يعني واحدة، 1 يعني واحد، هذه بتنفع تؤنث بس في الأرقام. تمام 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هو رقم 10. نبدأ من أول 10 بقى. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. أنا في 18 بقول 19، 19 بقول في 18 بقول 18، في 19 بقول 19. تمام، وبعد كده هاجي عند ال 20 اسمها 20. طيب 21 21 21 او ممكن اقولها 21. تمام، او ممكن اقولها 21 او 21. تمام، زي ما انتم شايفين انا بستخدم اداه العطف اللي هي اي مع اول رقم بس. طيب 22 22 يعني 20 و 2 يعني 2 يبقى 22. وهكمل بقى على نفس المنوال ده 23 24 25 26 27 28، ممكن اقولها 28 29 30. طيب 30 31 هستخدم حرف العطف اي، يبقى 31 31 d'accord 32 هكمل لحد ما اوصل 39 33 34 35 36 37 38 39 40 40 هستخدم حرف العطف اي مع رقم واحد 41 41 يعني واحد واربعين. وهكمل بقى 42 43 44 45 46 47 48 49 وفي الاخر 50 يعني 50 اللي هي ايه 50. ما فيهاش اي حاجة صعبة خالص 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 الارقام، انت لو حافظ من 1 لحد 20 الدنيا سهلة، بعد كده مش محتاج انك تحفظ غير 30 30 40 40 50، وبعد كده انت بتزود. تمام، في الارقام ما فيهاش اي مشكله خالص. نيجي بعد كده بيقول لي اكري لو نمبر ان لتر او ان شيفر، يعني اكتب الارقام 16 فهكتب تحتها 16 50 50 ده 9 يبقى هكتب تحته 9 دي 20 يبقى هكتب تحتها 20 هنا 30 يبقى هكتب تحتها 30 هنا 48 40 يعني 40 8 يعني 8
يبقى 48 2 يعني 2 20 يعني 20 معروفة 39 يبقى 39 18 18 هنا 12 تبقى 12 داكور هنا 50 يعني 50 17 يعني زي ما انتم شايفين 17 يعني هكتب تحتها 17 23 وهكذا 23 وكملوا التمارين فالارقام سهله ما فيهاش اي مشكله خالص هنا توصيل هتوصل الارقام 15 15 50 50 30 30 13 13 5 5 4 4 3 3 14 يعني 4 40 يعني 40 وهنا شوزي لا بون ريبونس ممكن هسيبها لكم بصوا عليها وممكن تكتبوا الاجابات بتاعتكم في الكومنتات تمام فما فيهاش اي حاجه صعبه خالص اهي تمام il y a نقط جور دون لا سيمين في كم يوم في الاسبوع فتبقى 7 بالتاكيد il y a نقط موا دون لاني في كم شهر في السنه il y a نقط سيزون دون لاني سيزون دون لاني في كم فصل في السنه je vais au lycée بروح المدرسه j'ai نقط ان عندي كم سنه mon petit frère va à l'école primaire اخويا الصغير بيروح المدرسه الابتدائيه il a نقط ان هو عنده كم سنه Le drapeau égyptien, العلم المصري, a نقط couleur في كم لون. Il y a نقط 5 élèves en classe, تلميذ في الفصل, فاختار الرقم. Le professeur a 30 et نقط ان عنده 30 كذا سنة. تمام, فنشوف ايه انت اللي بيجي مع أداة العطف ايه, حطه, ما فيش غير حاجة واحدة بس بتيجي. Ce sont 20 et نقط في تمام جي نقط ليفر تمام اختار طبعا انت الرقم المناسب الى نقط كوبان عنده كم صديق اختار الرقم المناسب هتقول لي ما اي رقم ينفع هقول لك بس ركز في كلمه كوبان وانت تعرف ايه الرقم اللي ينفع بس في حاجات سهله وبسيطه ما فيش حاجه فيها صعبه خالص يا جماعه تمام ده بالنسبة للدرس الأول بقي فيه لي كولور اللي هي الألوان هناخدها مع بعض نوار بلون فيولي روج جون مارون غري بلو روز أورانج فير بيج هقولهم تاني Noir, blanc, violet, rouge, jaune, marron, gris, bleu, rose, orange, vert, beige. بس مفيش حاجة صعبة. فهنا هترتب انت الألوان. كل لون قدامك هتحط اللون المناسب بتاعه. مفيش أي مشكلة خالص. هتوصل. تكتب اللون الناقص يعني الألوان دي عدت علينها يعني مفيش حاجة صعبة فيها خالص تمام يا جماعة ده الدرس الأول واللي بيحتوي مفيش أي حاجة صعبة وأظن الحاجات دي أخدناها وانتظروني في درس جديد إن شاء الله للصف الأول السنة يلا لو في أي حاجة مش عارفينها اكتبها لي في الكومنتات أوفوار